تتوزع بين عربية وأجنبية وتحافظ دورة العمادة على نفس شعار الدورة الماضية. نقرأ لنعيش مرتين فيما سيكون موضوعها الرئيسي الحرية الفردية والمساواة باعتباره المحور العام للبرنامج الثقافي والفكري للدورة وفق ما أكدوا مدير الدورة شكري المبخوت أثناء ندوة صحفية الخاصة بتقديم معرض 2019. فرصة مهمة برشا سفيان معرض الكتاب. أكيد جدا فرصة كبيرة. أنا من الناس اللي أستهلك الكتب بالأهم ونجيبها من الخارج عادة, وكيجي معرض تونس الكتاب الحق نفرح ياسر. والمعرض هذا ديجا كي تشوف نخل أني نعيش مرتين, من يحب الحياة يقرأ وتعرف الطبيعة كل شيء عملته الطبيعة وكل شيء موجود في الطبيعة إلا حاجتين الكتاب. تقول لي انت الطبيعه كتاب كبير مفتوح والعقده معناها لونو معناها هذا يقولوا معناها جلال حداد اللي هو تونسي كاتب وبسيكاناليست كبير الشعار نتاعو نقدر نعيش مرتين وكذلك الحريه الفرديه والمساواه. سي شكري المبخوت اللي هو رجل فكر واديب وجامعي كبير هو اللي يشرف على هذا. ان شاء الله تكون فرصه باش نمشيو ونشريو هذه الكتب. وكذلك ثم لقاءات الحق يعملوها عديده, اما بنسبه الامضاء أما بنسبة المحاضرات أما باستدعاء شخصيات مرموقة. معرض تونس الدولي الكتاب رغم نعرف صعوبات في المدة الأخرى بعد الثورة بدلوا له وقت وغيره, لكن ارجع الحق إلى حد كبير وتوزك تشوف بعض الكتاب هما شعب كذلك يقرأ. وإن شاء الله يكون كذلك اليوم ثم حركية ثقافية كبيرة وخير صديق في الأنامي كتاب. وننصح العباد باش يمشيوا للمعرض ويشريوا الكتب ويشريوا ثم حاجات أخرى مع الكتب اللي هي غذاء الروح لأنه لكتور سبيريتويل. وأكيد جدا باش تكون محطة مهمة على غالب من 5 أفريل إلى 14 أفريل. فقدنا الفترة اللي كنا فيها قبل, كنا في آخر أفريل ديبيو مي والعطلة تعدات, لكن هذا لن يمنع الناس خاصة في الويكاند باش يكونوا موجودين وفي سائر الأيام لا نشك في هذا. والحق شي شكري مبخوت تعرف هو كتب معناها روايات هايلة ياسر وكذلك جامعي كبير وناقد كبير أكيد جدا هو والفريق نتاعو باش يحاولوا ينجحوا هذا, لكن أكثر الناس ينجحوه هو إقبال المواطنين التونس على اقتناء الكتاب كذلك التونسي موجود من العالم أجمع كتب. الكتب معناها باللغات الأجنبية موجودة. أنا مشيت استدعوني على كتاب من الكتب متاعي لو سالون دو ليفر دو باري ما يجيش في البعض لو معرض الكتاب التونسي لا الإقبال لا كذلك. وفيه كتب الفرنسوية أكثر من في تونس أكثر من في فرنسا, لكن موجودة كذلك دور النشر التونسية والعربية وغيره. وإن شاء الله يكون نجاح ما نشكوش فيه ونستناه احنا دائما بفارق صبر ونحضر له ميزانية مع الكتاب وفرصة للقاء عديد الأصدقاء والناس معناها تعرف هذه لا ريبوبليك دي زاغي دي لاتر فيها ناس متميزين وأغلبهم ما تلقاهمش ديما في الساحة. نهار احنا الصحفيين في المعرض ذا اي هما مبجلين حق صحفيين تدخل وقت اللي تحب بالحق. حتى من الاول حتى معناها كل معلومه تولي كارد دو بيس نتاعك تدخل ما تدفعهاش ولو انا معاون ونعطيه المعلومه اللي هو زهيد 500 فرنك ولا حاجه. لكن اكيد جدا شكري مبخوت وصديق زاد عديد صحفيين وعنده علاقات معناها عالميه شبكه متطوره, دونك اكيد جدا صحفيين يطلبوا حاجه تلقى معناها استجابه من القبل نتاعهم هما. والمعرض الكتاب باش تطلع على اخر مصادر. والله انا ثم كتاب قعدت نفكر فيه حتى في اوروبا انا ما مشيت لجنيف باش لقيته. وتعرف جنيف معناها الكتاب حتى في الفناك نتاعهم اغلى مره ونص على فرنسا معناها رغم جنيف على حدود فرنسا. الكتاب لقيت منه نسخه بالك باش لقيته لانه ثم كتاب حول مسائل معينه. معناها الكتاب حاجه هايله وحاجه ما تموتش وحاجه معناها مودرن ياسر معناها موجود منذ القدم لكن مودرن يعني حاجه صغيره وتهزها معاك ديما يقعد مرجع وديما معاك. الكتاب مثلا مش ما افضل منه قد ما انسان يعمل في حياته مش كما يكتب كتاب. الكتاب حاجه خارقه العاده. وشوف الكتب معناها الاولين اش خلاه والتاريخ والحضاره والانثروبولوجيا وغيره. المعرض اكيد جدا باش ينجح ونجحوه احنا التوانسه بالاقبال ونهز ولاد يشريوا. والتوانسه يلزم يكون عندهم توصيل حمزه ولا يرحمه توفى العام اللي فات وهو رجل معناها جامعي كبير جدا في الدار التونسيه الكلاسيكيه ما ثماش مساحه خاصه للكتب وحتى عملوا بيبليوتيك من بعد حطوا فيهم التناجر وحطوا فيهم المغارف وحكايات كيما هكا. ماذا بينا الكتاب يكون كذلك في البيت عنده فيزيبيليتي وحاضر معنا في كل لحظه. صافي ما مشكل زاد حتى في المعارض قبل ما نمشي البوب. مشكلتنا احنا في المعارض جينيرالمون في تونس قعدنا في الطابع التقليدي نتاع المعرض اللي يبدا حكر على قطاع معين ما فيش الحيويه والروح اللي ممكن تستقطب زاد المواطنين. صافي ممكن هذاك هو احنا توكلت ثم معرض الصناعه التقليديه هالنهارين يمشيوا عديد العباد. معرض الكتاب الحق ماك تعرف الكتاب
معناها تنجم تلقى دي كونسير دو ميوزيك صغار تلقى احنا عملناه وشاركت مثال وحضرت في لقاء مع سي فرش شوشان والاذاعات تجي وغيره اللي هو ربي معناها يطول في عمره ويشفيه رجل من اعمده الثقافه في تونس على امتداد 50 60 سنه الاخرى. بعض الكتاب ديما عنده خصوصيه معينه وانه تلقى لي اقاءات مع كتاب مع مبدعين مع مفكرين مع جامعيين تلقى يمكن بعض الاهاجيج وغيره ماكش باش تلقى بيان سور الطبليه والمشموم والفشكه بتاع الزهر في بعض الكتاب بالطبيعه كتاب على اساس كنت الزهر ما تلقاش حد ولا نمشي وبيب ونرجع مع ضيفنا بالتليفون مدير مالي ساعتين باش نمشيو للضيفنا بالتليفون مدير معرض تونس الدولي للكتاب سي شكري المبخوت. مرحبا بك على راديو ميت سي شكري. شكرا. مرحبا اهلا بك. نورتنا بطبيعه سي شكري. نحكيو على معرض تونس الدولي للكتاب. برشا توينسا يستناو في المعرض هذا الاقتنام لذة وطابة من الكتب بطبيعه في المعرض هذا. سي شكري كان تعطينا إيه شنو جديد معرض السنه في معرض تونس الدولي للكتاب؟ هو معرض جديد دونك بالضروره كله جديد ولكن هذا المعرض هو يواصل تقاليد في الحقيقه في دورته 35 تقاليد ترسخت فهمتني ماهوش طارئه للظاهره خاصه اننا امام اهم تظاهره في برامج وزارة الثقافة رغم كل ما يتقال على كتابها ويقرأ في صفحة ونصف صفحة وسطرين إلى آخره لكن كنت نحضر المعرض نشوفوا اللي العلاقة بين التونسي اللي يجي للمعرض وبالكتاب علاقة حميمية جدا سواء كبار وإلا صغار. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أنه هي السوق للكتاب نريدها سوق متنوعة توفر للقارئ معناها ما ينتظره أو على الأقل حتى لا نبالغ أقصى ما يمكن أن ينتظره هو هذا علاش فما ديما الجديد وقانون الداخلي اشترط على الناشرين أن يقدموا 50% على الأقل من منشوراتهم الجديدة معناها 2018-2019. فما جانب آخر مهم أيضا هو برنامج الثقافي اللي ينعقد على الهامش ولكن أصبح هو بيدو جالب للانتباه وجاذب للزائرين لأنه برنامج يحاول أن يتفاعل مع الأسئلة والقضايا اللي تطرحها الثقافة التونسية والفكر في تونس. احنا رانا نعيشوا فترة استثنائية فترة فيها برشة حركية فكرية برشة أفكار برشة تطور وذلك علاش اخترنا السنة باش يكون الموضوع المحوري هو الحرية الفردية والمساواة تفاعلا منها مع المجتمع. المعرض ليس أفكار تحلق في الفضاء أو كتب تشترى فقط ولكن هو يغير يسعى إلى تغيير الواقع نحو الأفضل ومطابقة الدستور والقيم الكونية وهذا كله هو التوجه في الحقيقة سميته خط تحريري مع الإخوة الصحفيين اللي جاءوا وفعلا هو خط تحريري لأن نحن رانا أولاد ثقافة تونسية مدنية متجذرة من أواسط القرن 19 تبنى شيئا فشيئا ودورنا أن نضيف حلقة إلى هذه الثقافة وحتى نبرز الذكاء التونسي والجرأة لدى التونسيين. أستاذ شكري مبخوت مرحبا بك. أنت قلت الحرية الفردية والمساواة وكذلك لاحظنا وأنه معرض تونس الكتاب ولا معناها عنده هاجس وأنه ضد الكتب الصفراء والكتب التي تحرض على التباغض ولا كره الغير ولا على الاقتتال ولا على معناها العنصرية ولا على كافة أشكال هذه معناها التحريض على الكراهية وغيره وهذا معناها خط أنتم ماشيين فيه والحق عديد المثقفين في تونس معناها يستبشروا بهذا. هل السنة كذلك نفس الخط هل حاولوا يتذللوا بعض العناوين ولا حد كهك؟ شوف أنا قبل ذكرت كلمة تفاعلنا مع القيم الكونية
أي مع منظومة حقوق الإنسان الكونية والمعايير الدولية. نحن بلاد تسعى إلى أن تتطابق مع هذه المعايير، وفي عالم الكتاب هناك معايير أيضا، نحن لم نخرج عن هذه. من بين المعايير مثلا سأعود إلى سؤالك، رفض كل المنشورات اللي فيها تزوير مثلا بس حقوق التأليف أو قرصنة. صحيح. أوكي؟ هذا أغلقنا أجنحة من قبل بهذا الحين نتفطن إلى هذه المسائل. هناك دور نشر موجودة لدى الناشرين العرب في بلاك ليست، معنا قائمة سوداء، لأنه قامت بعمليات سرقة أدبية مثلا أو نزاعات حولها، نحن أيضا لا نقبلها في المعرض. من بين هذه الإجراءات ما فماش دار نشر محترمة. قل لي سفيان وأنت تعرف هذا، هل رأيت دار نشر محترمة تنشر كتابات تحض على العنف؟ لا، عادة الناشرين تلقاهم ناس متفتحين في مخهم مع الكاتب والناشر، هما يعملوا العملية مع بعضهم. وانت سيد عارفين هذه دور نشر اللي ربما تنشر أشياء ما هيش دور نشر، وإنما هي نعرفوا مصادر تمويل يذوب في سين وحاجات كهكا مترتب دوله وبالتالي لا أصلا نحن لا نمنع هذه الكتب، ولكن لا نقبل هذه الدور. فهمت عملية التصفية؟ اي، لانه منكمش منع، ما تكونش تعملوا في السنتر انتوما، لكن عندكم كما قلت خط تحليلي. استاذ شكرا مبخوت، ضيوف الكبار شكون مثال عنا؟ والله اكبر ضيف هو الافكار عنا في تونس. اكيد جدا، لانه كل من ندعوه الى تونس هو من 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 معنا، سواء من تونسيين او غير تونسيين، عرب واجانب فرنسيين جزائريين الى اخره. فهمت، كلهم بالنسبه لنا كبار. علاش كبار؟ لانهم نحن ننتقي، نفسر لك حاجه بسيطه هي بسرعه، نحن ننتقي المحاور والمواضيع التي تدرس، وبعد ذلك ننظر في من كتب له كتب قيمه ووجهات نظر متنوعه متعدده حول الموضوع عليه، وندعو بها عندنا تو. مش لازم ربما من باب اخذ الخاطر اذكر لك مثلا واحد كيما وجيه قانسو، هو من كبار المفكرين الان العرب، ولكن ليس بالضروره مشهور اعلاميا. وقت اللي ناخذ عبد الجبار الرفاعي ايضا، هو قامه كبيره وكبيره جدا، فهمت، ولكن ربما الفرصه هذه ان نجال تونس معنا دعوناه لكي نتناول معه. هناك كثير من الكتاب الاخرين، فرانسوا جبرجيس مثلا، احسنوا معنا لا فائده في الاسماء، يكفي ان ننظر في البرنامج وسنرى اننا انتقينا من سيفيد المحاور والمواضيع التي ستتناولها هذه اللقاءات، ولهم كتب في هذا معناه. أكيد جدا، منتظر كذلك إقبال كبير من التونسيين، خاصة ما بكري احنا نحكي وقلنا معناها احنا ضيعنا بعد الثورة الفترة اللي كانت موجودة للمعرض الكتاب، وكانت تتزامن حتى مع عطلة معينة. منتظر كذلك إقبال كبير، وخاصة في الويكاند، وخاصة من الشبيبة. نعم نعم، احنا التجربة متاع الأقل اللي أنا عينتها وتابعتها منذ 2017 بصراحة معناها شيء مدهش ومذهل. احنا نراو الصفوف الكبيرة لآخر وقت، معناها نقولوا نحن المعرض يسكر 8:30 للـ6:30 والسبعة، والعباد تنتظر في صفوف طويلة. ولكن فما حاجة أخرى أهم لا تلاحظ كثيرا، هي صفوف الأطفال الذين يشاركون في برامج الطفل. معناه أشياء مذهلة، لأنه نراهن على هؤلاء، هذوما الناس اللي باش نبنيو بهم نهار آخر المواطن التونسي اللي يؤمن بالديمقراطية الحق وبالتعددية وبالتنوع وبالاختلاف، وعنا اهتمام به خاص. لذلك برامج الطفل منذ السنة الماضية أصبحت برامج معناها دولية، وصلنا عنا 20 دولة تشارك، حتى ريني يشوف الألوان مثلا بتاع فرق رقص، يشوف نغمات أخرى، هذا اللي يخلق التعدد. معناه إجازته من فكرة معناها والتنوع من فكرة مجردة إلى شيء ملموس أمام الطفل. إذا هذا أيضا من رهاناتنا في هذا المعرض، وهي رهانات كما ترى مواطنية تندرج ضمن تصورات الدستور التونسي. وأنا لازم نقول للفصل الأول من القانون الداخلي معرض تونس الدولي الكتاب هو ملتزم بالدستور، إذا ماهيش أشياء نجيبوا فيها معناها من عنا، ولكن نفكر في كيفية تجسيد مبادئ الدستور من خلال معرض الكتاب. شكرا لك أستاذ، إن شاء الله موافقين. دونك الموقع هو ثمشي إمكانية وأن المعرض يمشي لمواقع أخرى في قادم السنوات إن شاء الله.
هو الموقع قصر المعارض بالكرم هذا بديهي لسبب بسيط راهو فهمتني عن عدة إمكانيات نقولوا نحن القديمة ذاك قصر المؤتمرات عن مدينة الثقافة ولكن يستحيل أن نجد حسبنا الدراسة اللي قمنا بها فهمتني يستحيل أن نجد فضاء نجم يوفر لك 7250 متر مربع معناها مغطين فهمت بخلاف الفضاءات الأخرى والمساحات تاع التنقل وغيره فهمت حتى مدينة الثقافة على حجمها الكبير وهي درة من الدرر في قلب العاصمة ولكن لا نستطيع دخلها هي أن نوجد هال 7000 هذه و250 تقريبا متر مربع إذا المشكلة مش فينا نحن المشكلة أنه معنا في الحقيقة من الفضاءات القابلة لذلك إلا هذا الفضاء شكرا لك مدير معرض تونس الدولي للكتاب مشكور مداخلتك معنا بالحق حاجة اللي تفرح صوفيا كنا نسمعوا قبل المواطن اليوم على الكتاب في معرض الكتاب خاصة نعرفوا احنا انه ولا تخصص ميزانية للكتب صوفيا في العام اكيد جدا العائلات تخصص ميزانية ان شاء الله القراءة تقوى الكتاب يبقى هو الاساس كما تشوف المسرح مثال أم أب الفنون الكتاب يبقى أب الفكر والأفكار هي تترجم كذلك في كتب أساسا والكتاب الورقي يبقى كذلك دائما جميل ورغم أنه موجود كتاب إلكتروني ولكن مش كيف صوفيا بلي لو حاولنا ما ديما الكتاب الورقي ديما عنده الخصوصية متاعه وعنده الحاجة الميزة متاعه ولا دونك إن شاء الله يقبلوا العباد الأسعار بيان سور ثم دائما تخفيضات ثم حاجات كما هكا أكيد جدا ثم كما كان يحكي أستاذ شكر مبخوت أطفال يجي وعباد نهم يحبوا يشريوا ثم كذلك معناها نشاطات جانبية مهمة جدا لكلها ذكية وفكرية وغيره إن شاء الله هذا تكون فرصة أخرى وأنا نشجع الناس باش يمشيوا يقرأوا والتوانسة الحق تلاحظ تقعد بيت تقول هم ما يقرأوش ما يقرأوش لكن يشريوا الكتب وهذا مهم جدا ودور النشر في تونس توا مستلزم الثقافة الحق ثم حركية في المدة الأخيرة حس بها في المسرح في السينما في غيره في الرقص ومختلف فنون الفرجة لكن كذلك مع تونس كتاب يبقى حاجة مهمة جدا وجوها من أصقاع العالم أجمع ومعناها دول نشط كبيرة معروفة عالميا في العالم العربي وفي خاصة كذلك في أوروبا يجيوا مع تونس كتاب يعتبروه من المعارض المهمة وإن شاء الله معناها تكون فرحة شاملة ويمشيوا العباد يشيروا كتب يقتنيوا ساعات ماكش بتشري كتاب معين تفكس عليه تقرأ كتب ممكن تشي خلق تشي حاجات مهمة جدا نمشي للفوكس اللي بعده حركة النهضة تحمل حركة النهضة وحزب تحية تونس يحملوا مسؤولية ما حدث البارح في البرلمان الرئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ودعوه إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأمين حسن سير الجلسات العامة في البرلمان من جانبها أدانة حركة النهضة في بيان صادر عليها ما أسمته بالتشويش على كلمة رئيس الحكومة من طرف بعض المحتجين من خارج المجلس وتعتبر ذلك انتهاك لحرمة العمل النيابي وتعطيل للسير العادي بقطع النظر عن طبيعة المطالب المرفوعة ودعات إلى فتح تحقيق في الغرض وأدانة حركة تحية تونس في بيان صادر عليها حملت شحن والتحريض اللي تهدف المنع رئيس الحكومة من الحوار مع الشعب والإجابة على استفساراتهم وكشف الحقائق قدام الشعب التونسي سوفيين بالحق ساعات نستغربوا بصفة كبيرة انه نحكيوا على تشويش ونحكيوا على فتح تحقيق وما أكثرها فتح التحقيقات في تونس سوفيين والله يشوف ساعة قبل كل شيء رئيس الحكومة ولت خرجته المبرمجة كلها فيها مشكلة ثانياً شفنا جماعة الكتلة التي في الوطني تحضر في زيارة رئيس الحكومة متهمين ومصطفى الحمد كان يقول هذا وصار به العديد الصحفيين وشفنا سي سليم العذابي اللي هو المنسق العام لحزب تحية تونس مشاو عمل اجتماع معناها مع الكتلة كانوا حاضرين وحم لكن يقولوا شوشو ما شوشو اولا الندوة الصحفية اللي عملتها سامع عبو هي برلمانية تعمل عندها حق باش تعمل يظهر لي ماهيش مخالفة القانون وما نقولوش نحكيوا على الشكل نحكيوا على المحتوى كانت لهو بالمحتوى نتاعها فضايح تقال فيها معناها حولها كذلك تواطأ مع الفساد والتعتبية معها ثانيا ولا محاسبة وبديرايت معناها مسؤولين حكوميين في مجال الفساد ثانيا اللي جاو تاكسيستية وجاو لواجات وجاو صحفيين وجاو أساتذة جامعيين وجاو عمال فمهندسين يعني زراعيين وفم برشا يعني ستة ولا سبعة وجمعيات يعني معناها بكل صراحة معناها مهما كان هذوك حدث اجتماعي موجود
وفي الصباح الدنيا مسكرة وتونس خايضة ومكرة بعضها وإجراءات يعني تحب المسؤولية وكاني مؤامرة تدخل فاسيل بيان سور هما كمعارضة ما همش باش يعطيوك بتيفور متفقين لكن كذلك انت من يزرع الشوكة يجي جراح لذلك سميتو ديتو انت عملت باش يصير هذا كل يعني ليس حكومة باش يولي زيارته يعملها كان في السرية المطلقة وقال زيارات فجائية بالك مشكلة هذه يعني اليوم ثم توق حوله هو يبقى ليس حكومة تحس وين الرجل بتاعه مثال باش يدفعني حتى اليوم خلال سي محمد طرابلسي يحكي في إذاعة باش يحكي على القانون نتاع التمديد في السنتقات لكن مثال ثم وزير رفضوا حتى باش يمشي يدافع على قرار الزيادة في المحروقات في الليسونس يعني اليوم بكل صراحة سي ترو فاسيل دو ديل اه لي ميشون لي دالتون هما اللي عملوا العملية واحنا ضارينا ما نشوف روح وتشوف انت في القشة في عين جارك شوف المدرية بعيدة في عينك ما هذا اللي معقول هذه وقع الحق الحزام اللي داير بيوسف الشاهد ضعيف اما حزام المستشارين خاصه في المجال الاقتصادي او كذلك الحزام الحزبي والتو طول يوسف الشاهد وحزبه بدات العركة على والاتصالي سفيان الاتصالي اي بيان سور السياسه الاتصاليه كذلك نفس الشيء كان المفروض وانه يوسف الشاهد يكون مدور به ناس اكفاء باش على الاقل ينجم معناها يخرج من هذه المطبات باخف الاضرار انا اللي نلاحظه سي ترو فاسيل باش تجي تقول اه هم جماعه المعارضه اه هم اليسار اكيد فيهم ناس يخير باش يجيوك جماعه النهضه ولا جماعتك انت يبداو يعملوا مظاهرات ضدك وكذلك سمى حدث اجتماعي ملغم شكون فرحان اليوم في البلاد نكذبوا على رواحنا اللي تمسوا تشبه حسوا البلاد حاله حليله والظروف الاقتصاديه مش باهيه والقلوب مغلفه وجاي رمضان والزيادات هذه هاي ما كانتش مبرمجه وفرضها صندوق النقد الدولي قالهم ما تعملوا ما عندكم وعندكم ثلاثه زيادات اخرى سيدي عوضنا عليها وزير الصناعه قالهم ما نبداش نحاول تحاول معاكم الا ما تزيدوا زادوا لي كوبريستو يتجراوا كي ترتور لانه ممكنين على فكره سفيان اليوم كان فما لقاء البارح واليوم فما لقاء بين الوافد عن صندوق النقد الدولي والاتحاد العام التونسي للشغل ومع رشل الغنوشي زاد سفيان ايه ما اليوم راجل الغنوشي يدخل في الامور هذه كما كما اش دخله هو في المسائل هذه يا اخي هو المرشد الاعلى ولا هو فهمني والله تم منظمات جماهيريه وغيره ما لا يتلقاو الاحزاب يمشيوا يقابلوا حمل همامي ويمشيوا يقابلوا جماعه النداء ويقابلوا جماعه كذا جماعه كذا كما رئيس الحكومة الطلياني اكشفت المعلومة هبطت البارح مشى يحكي في قطر على الوضع في تونس وش دخل حرق شعيرها قطر بدأت لها بالزبل اللي عندك انت جاي تدخل تحكي على تونس انت ووزير الخارجية كترتولي يتفرج يعبر عن شغالي في ليبيا حقه يخرج موقف يقول بكل دروات تحكيوا على تونس مع أمير قطر وانتم طلين فهمتني لا احنا نحكيوا عليكم انتم تحكيوا علينا البلد شلك وراش غنوشي باش يقابل قال لك اكل عليه فقال لك عليه هو سامويلسون ولا واحد باش يفهم شيفهم فيها تو حتى الدين الاسلامي عنده في مشاكل احكي معه في الفقه وجماعه النهضه ما عندهمش جانب فقهي كبير ما عندهمش اعطيني تركتبت ما اعطيني دراسات ما اعطيني كي تقادل بجماعه الزيتونيين وجماعه قروان وجماعه جبس وجماعه ما عندهمش وبسالم ابو حاجب وبالخضر حسين وبالناس الاخرين ابار كان الله يرحمه معناها محمد صالح النايفي عندهم عنده جانب معين لكن ابار ما عندهمش ولا تو حميد النايفي عنده اللي هو انشق خرج عنده مده ومشى مع سامي تقدمين وبعده يعني بكل صراحه اليوم ثم ميلونج دي جون خلط الاوراق حكومة تقول لك عبدو لي هكا وجي صندوق النقد الدولي يفرض عليهم وما دين وجوههم باش يظهروا زعما هما ادوات كاش من ادوات يشوفوا وضعكم الداخلي وقال لك الاخر معناها اذا رضا عليك القمر بكماله واش يهمك في النجوم اذا غاب القمر بكماله هو الشعب التونسي هما حبوا رضوا النجوم نتاع لفامية والقمر نتاعنا احنا غاضب عليكم الشعب غاضب يختم مؤامرة بالضرورة وانه الناس مش قابلة الوضع ما ثماش مؤامرة سامحني بكل صراحة على هذا المستوى اللي نشوف فيه وأنه ثم معناها خلط كبير والتحقيق صفي ولا والتحقيق صفي قالك شفت قال التحقيق في الغرض في الغرض ذي معناها شوف اليوم
يفو أرتي رفوار لكوبي اليوم ثم مشكلة. وحتى الحزب الجديد اللي طالع هذا هو حزب حكومي ديب ماشي رو بش يتحمل مسؤوليات التبعات هذية وثم يمكن وضع عقابي بش يصير وما زالت لجعل قدامنا ويطول الصفر وتخاف الحبل. وأكثر من هذا حركة النهضة نفسها بدها تراجع في أمورها تو مش فيها فهمتين معناها شنو تقول لك هاكا نمشي به نمشي به نمشي به ومن بعد كي كلينكس نطيشوا ونسحب سفيري ونرجع انا نتفق مع الباجي ولا نعمل اونوت البوستور انتو كامل نعرفش كيفاش هما نفكروا في الدقائق ونقول لك هذا الاتجاه اللي ماشيين فيه يوسف الشاهد يلزمو فيق والحزام اللي داير به وغيره يلزمو يكون عنده رؤيه اخرى في التعامل مع الشان العام في التعامل مع صندوق النقد الدولي في التعامل مع الفاعلين الخارجيين في التعامل خاصه مع التوانسه ومع الاقتصاد وما يهم التوانسه من حليب ومن سكر ومن سميد ومن فارينة ومن كذلك وتوفير معناها المواد وبطاطا وبصل وغيره وكذلك جاية الفترة متاع الامتحانات والحصيدة متاع الدبلومات والخراية والعداد وغيره ثم الحصيدة الأخرى متاع القمح والشعير والمواد متاع الحبوب وغيره يعني بكل والحصيدة متاع السياحة متاع الصيف الأشهر الجاية أشهر صعبة رمضان شهر صعيب شهر جويلية سفيان المفاوضات في زيادة في الأجور في الوظيفة العمومية الزيادة الثالثة اللي قاعد طالبها الاتحاد إيه هذايا موجود أنا نرى وأنه يلزم يفك الغضوب الديماجيناسيون سيد رئيس الحكومة ويفهم لو ما سمشي ما أخذ هكاكا جراتويت عليه وأنه كذلك إن جنت بعض وسائل الإعلام إذا كان بعض الناس سيفا لدولة فالناس بوقات لها وتبولوا كما قال المتنبي إذا كان جنت بوقات وتبول راه ما تنجمش تجند الناس كل أولا ثانيا اسمع الكلام اللي يوجعك وشوف نبض الشارع التونسي واخذ الشارع واحكي مع العباد احكي مع التاكسيست احكي مع الحوات احكي مع البنكاجي احكي مع المعلم احكي مع الأستاذ احكي مع المحامي احكي مع الطبيب احكي مع الفلمني احكي مع المواطن الجامعي اللي اليوم يباتوا في العراء فهمتني احكي مع الشرائح هذيك الاجتماعيه لو حتى واحد يحب يؤدي نفسه الى وضع عدائي او وضع تنحلي او وضع يقعد يبات في الشارع ولا حاجه كهكا ما يلزمك على المر كان يعمل منه هنا وين الحاكم يظهر يوسف الشاهد الان تلهمت الامور بدات تتخلط عليه ودخل في اللي يسميه بلزاك لا فتال سومان سومان فتال معناها الاسبوع اللي فيه القضاء الصعيب يلزمك تعرف كيفاش تتفاعل تلقى تعدل نشري يسوق في كهرباء يسوق في ترون يسوق في طيارة هز ولده يلقى ديزان بونديران يفيق يعرف كيفاش يتأقلم مع الأوضاع سي بور سا كلي ان كود لا روت والسياسة فيها ان كود لا روت لأنها علوم سياسية لأنك تعرف كيفاش تتصرف باش يوصلك أنت يا ولد عمي حتى لأكتوبر كان عشان انتخابات سهلة هي الأمور تخليها هكا رد بالك وتشوف معناها منسوب العنف زاد بصفة كبيرة والقلوب مغلفة ياسر وتشوف ثم عصابات بدات تخلق الشارع يغلي وتشوف معناها ناس ولاو يحكيو ويجيب الحجر واضرب وقت واعمل يعني شيء اختيلة خي وقزوها يشهد مش فايق اش بيك تعلم من ولا عايشين احنا في دوله اخرى هو عايش في كوكب اخر الان على ما يبدو يجب يصلح الامور على الاقل بدل يخلي بعض من اللي دايرين بيك في قطاعات حساسه وهامه اعمل عليه ليت هند انجزتنا ما تعد وشفت انفسنا ما تجد واستبدت مره واحده انما العاجز ومن لا يستبد قال لك شوشو علي البارح على خاطر كان باش يقدم احصائيات وارقام ايجابيه للمواطنين للمواطنين باش يعطي معناها معناها سكيزوفرينيا شتو التونسي تقول له لا سافا هو معناها دون لا ميلاس باش ما نقولوش حاجه اخرى فهمت وواحد العنكوش في في القاذورات وغيره حاشا من صمت في نزازه ويقولوا ليس بالامكان افضل من مكان وكما قال بانغروس توتي بور لو ميو دون ميور دو مون بوسيبل احنا في افضل الاوضاع في احسن العوالم الممكنه لا سامحني نكذبوا على بعضنا رد بالك واللي خرجوا البارح في التظاهرات ومظاهرات وقولوا شنو فهمت لو تجب تتفقش معاهم العباد لكن هذيك ظاهره اجتماعيه تلاحظها وتشوفها انا على هذا المستوى نقول يوسف الشاهد انا الاول ونفيق لانه عايش دون جون بول مسكر على روحه شفتوا البارح حتى كي بدات معناها تاخذ كوميونيكاسيون نون فيربال كي بدات الشعارات ترفع من الموقع اللي يقعدوا فيه الصحفيين إلي تي إيتوني إلي تي با تراك كيما نقولوا يعني مات الأربعة مي سافي با سكي لافي دوفي فير ورئيس المجلس نفسه قعد يشاور بيكتب تو معلوم شو نعمل شو نعمل شو ما نعملش وغيره ومن بعد هو غزل الجماعة وقال لهم هكا ما تعرفش شو ومن بعد خرج عمل تصريح فيه حد وافد من الغضب تحس وقتها مش رجل دولة غاضب انسان غاضب يعني الفعل يساوي رد الفعل يقول لي شو شاهد فيك يا ولدي شنو؟ قد ايش تمشي هكايا؟
وفي التاريخ تاع الناس تاع الجبعين كلهم مش يزوتوا ضدك وصانع رأي الجبعين بالمصيبة اللي عايشينها هما توا والكارثة اللي قاعدة صايرة فيهم كلهم باش يجيو ضدك. فالحال بلي قتلك الحرية نساوها هذيك باش تدخلك تعرف كنا نحكي مع الشيخ منخوت قال لك احنا شعارنا هو الحرية والمساواة فهمتني؟ يعني مفهوم الحرية مش مفهوم الغصب ولا مفهوم كذا. أنا على هذا المستوى نقول له يا ودي راجع أمورك وشوف روحك ولو جبت لك أنا لبلزاك عنده كتاب يحكي فيه على فترة يقول كل إنسان في حياته تجيه فترة وإنه يحس الأرض زايبة تحت ساقيه والدنيا زايغة وكل شيء ضده ولو هذيك نسميها لسومان فتال لفترة سومان يقول نابليون بونابرت لفترة سومان لما وصل إلى مشارف موسكو حرق موسكو نابليون شوف باللي حرق موسكو صار نابليون لين انتهى للبيت بعد سنوات في سنتين فهمت طاح من السلطة وصار وصار لسنجور وعود رجع وعود كلا وحيولين وصار فيه لين مات حتى في الأخر كي نابليون هزوه لجزيرة سنتين قال لهم ماذا سنعمل في هذه الجزيرة الفارغة معناها المحشة قال لهم نفير دون ستين بردو لفت واحد قال له سير نوفيفون دو باسي سيدي سنعيش بالماضي الشاهد ما عندوش حتى ماضي ما عندوش حتى ماضي يعني ثم اشكاليات كبرى انا ننصحه قل له يا ولدي حل عينيك وشوف ولك مسؤول في بلاد كما تونس ولو الامور تدلهم بورقيبه قال لك العام سوسون مي فيس جو لي كوني هم ابنائي وانا اعرفهم ولو التوانسه كيما تراوا زرود تتعدى بحذاه تحقروا نهار اللي يجي يولي الديبي نتاعو الثالث في العالم الوقفه نتاعهم صعيبه رد بالك والشعب متاصل ومتجذر وعريق وعنده صراع مع الحاكم قديم جدا انا نقول يوسف شاهد ان شاء الله يرجع له شاهد العقل قلق وان شاء الله كذلك بالحق ان شاء الله يفيق باللي الان يفا دغوا دون لو مور تعرف انسان يسوق في كهرباء في لوتوروت اللي يسموها حاجه من سنتا طومبو اوفير في عكس الكهرباء وهو فيتيس حرق كل شيء وماشي رد بالك وين باش تمشي وشكونك يا اخي مشى مزاني ومشى الهادي نويلة ومشى الفيد الصفرد ومشى في الباهي لدغم ومشى راهي ماكينه تلحي السياسه رد بالك نمشيو للفوكس الثالث تعليق الغرفة النقابية الوطنية للوكالة وأصحاب محطات بيع النفط تقرر تعليق نشاط محطات بيع الوقود في كامل تراب الجمهورية اليوم نهار الجمعة 12 أفريل 2019 هذايا كانوا باش يعملوا قبل ومن بعد قالوا وخروا وهذايا مفجع والخبر مجرد أنه يخرج تلقى الناس في لي بومب إيسونس معناها مشكلة كبيرة تنجم تقع إن شاء الله من هنا الغادي معناها يلقاو حل لأنه عندهم بريافي هم عملوه واخروه فهمتني سينا مشكلة أخرى مشكلة على مشكلة وحنا قسين عادتهم معناها الشيء على بعضه يتشخر فهمت معناها قاعد يزيد الشيء فهمت يتراك الظلمات شفتت سورة النور الله نور السماوات والأرض يمثل نور كمشكل ومن بعد تلقى واحدة تحكي على الظلمات على الظلمات على الظلمات آية من آية احنا داخلين في بحر الظلمات داخلين في العتمة كما يونس في قلب الحوت سيدنا يونس العتمة والوحدة والبحر والغموض مش عارف شنو معناها اليوم ثم يجب يبقى حلول بس هذه يا اخي وين المسألة الحوار الاجتماعي وين المسألة الحوار الاجتماعي ما عملناه عملنا ديكريت وقلنا مش وعملوا اجتماع اول يا اخي حتكون يخلي هو يولي أداة الضبط الأساسية شيء هروينا شيء الاستاذات اللي عندنا عندك مسألة حوار اجتماعي وعندك تمثيلية نتاع المنظمة الوطنية والحكومة فيه وهو يولي هو اللي يفاوض في هذه المسائل وعنده أجندة وعنده كذا راهو يعديو في وقت ما يكملوا هاو شنو هاو حل دوسي على فلان هاو عمل بوت بنان فلان هاو سب فلان هاو شايتن فلان هاو اسمع فلان هاو عمل له ايكوت هاو كذا هاو يا ولدي يفيقوا شي شو هذا راهو يا ناس ماشيين الكاتاستروف نشوف فيها مدلل ثم واحد اعمى في ايطاليا معروف هذا كان عايش في سيسيليا نهار واقف واعمى واقف واحد السباله نتاع شيش ما يا اخي جاو نجدوه قالوا له طلع شو اسمه مسليني قالوا له اش قولك هو اتكلم باللهجه نتاعهم لانه اللغه نتاع سيسيليا تكاد تكون لغه مش طليانيه قحة قال لهم جيبوا اتخذوا قلت جوا بيان كلي نوار رغم اني اعمى انا نشوف فيها كحة انا شخصيا مانيش اعمى نشوف فيها مزرزره يردوا بالهم يردوا بالهم من الايامات هذيا يردوا بالهم من الايامات الجايه ورمضان جاي حقنا توا لي ستوك ريغولاتور وكل شيء نعملوه ونحاولوا ونطمنوا التوانسه وجاي المواسم وجاي الافراح وجاي العيد وجاي الباك وجاي السيزيام وجاي النوفيام وجاي المصروف
في دولة لو أنطلقت هي هذيك. ربي قدر الخير سفيان، تحية ليك سفيان بفرحات هكا اليوم وصلنا الختام ميدي ميت. شكرا ليك سفيان، تحية ليك حبيش منك في الكوتي تكنيك، تحية المروة في ديجيتال، جيكم فتحية الحرابي في موجز مدي ساعتين.